أطفئ الجوالات عند الصلاة، أطفئ الجوالات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أنعم على عباده نعما عظيما وآلاء جسيمة، أحمده سبحانه وأشكره. ثبت نفوس المؤمنين بالسكينة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وإليه معاد الخليقة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، دعا إلى كل خير وفضيلة، وحذر من كل شر ورذيلة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده أن جعل لهم بيوتا يسكنونها، ودورا يأوون إليها، ومساكن يرتاحون فيها. قال الله تعالى ممتنا على عباده بهذه النعمة العظيمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم رعيكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وجاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أوان إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مأوى. فهذه البيوت كما أنها نعمة على أهلها، فهي أمانة في رقابهم، يحمل هذه الأمانة الوالدان، وهي على الرجل الآكل، لأن الله جعل القوامة بيده، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأعظم ما تقوم عليه البيوت على تقوى إلى الله ورضوان وصلاح وإصلاح وإيمان وأمان وإسلام وسلام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. أن يقوم البيت على تعليم وتأديب الأولاد والذرية، تعليمهم كل خير وتأديبهم على كل فضيلة، أن ينشأوا على حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وعلى حب الصلاة والمساجد، وأن ينشأوا على ركوب المعاصي والذنوب وكل رذيلة. قال القرطبي أحد العلماء: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. فعلى ولي أمر البيت أن يدخل على أهله ما فيه صلاحهم، وأن يبعد عنهم ما يفسدهم في دينهم وأخلاقهم، فإن وسائل الفساد اليوم كثيرة، فاحذروها واحفظوا أهليكم منها، ولا تدخلوها على بيوتكم، فإنها والله الحاطمة تحكم الدين والأخلاق والفضائل، وتربي على الخنا والزنا والرذائل، وأن يقوم البيت على صلاح الوالدين، فالأولاد يخرجون إلى الدنيا وهم مجبولون على تقليد والديهم فطرة فطرهم الله عليها. فإن كان الوالدان من أهل الصلاح والصلاة والمساجد والقرآن نشأ الأولاد على ذلك، وإن كان الوالدان على فساد في الدين والأخلاق نشأ الأولاد على ذلك. يقول ابن أبي أحد:
تكون قنوتنا حية بطاعة الله والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، لا بمزامير الشيطان، لا بمزامير الشيطان وأهل الفتور والخنا. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل البيت الذي يذكر فيه يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالبيوت التي ملئت طاعة وصلاة وذكرا وقراءة للقرآن ملأها الله سعادة ونورا وطمأنينة وسكينة، وأنزل الله عليها وعلى أهلها الرحمة والهدى والصلاح والتوفيق. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما البيوت التي ملئت معصية وإعراضا عن الله والذكر وعن الصلاة وقراءة القرآن وعافت المسلسلات والأغاني في جلباتها، ملئت شقاوة وحسرة وهما وحزنا ومشاكل بين الأزواج والأولاد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فسعادة البيوت وشقاوتها ليس بجمالها وزخارفها، وإنما بطاعة أهلها لله أو إعراضهم عنه. فكم من سعيد يعيش في كوخ وكم من شقي يعيش في القصور وزخارف الدور. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أحد السلف الصالح يأخذ خبزة يابسة ويضعها في الماء ثم يأكلها ويقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. إنهم يعيشون سعادة الإيمان والرضا عن الله عز وجل، قلوب حيات بذكر الله فأحيا الله ذكرها في الناس. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأروانا، الحمد لله على نعمه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومجلات كلماته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد امتدح الله نبيا من أنبيائه بأنه يأمر أهله بالخير وما فيه صلاحهم. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فمن قام على أهل بيته يأمرهم بالخير ويحثهم عليه أقر الله عينهم بصلاحهم وألحقهم به يوم القيامة، وهذا من تمام السعادة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء،
امرئ بما كسب رهين. أما من ترك الحبل على الغالب لا يأمر ولا ينهى، وأدخل على بيته كل وسائل الفساد، فقد غش رعيته وخسر نفسه وأهله وذريته. جاء في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترحيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله إنها لعظيمة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، واحشرنا يوم القيامة مع محمد وأصحابه والنبيين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح قلوبنا وبيوتنا بالإسلام والإيمان، واعمرها بطاعتك ومحبتك والتقرب إليك. اللهم هب لنا ذرية صالحين مصلحين، هداة مهتدين، باغين مبرورين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب